المواجهة الكبيرة في هذه الأوقات بين ريال مدريد ضد النصر. أعزائي المشاهدين، معلقكم رؤوف خليف، وسأقوم بالتعليق على مباراة اليوم. لنلقي نظرة على تشكيلتي الفريقين. البداية إذن. السهلاوي، فرصة قائمة للتسجيل، كانت قريبة حقا. جيمس رودريغيز، الكرة للأمام. السهلاوي، قام بالدورة الدفاعية على أكمل وجه، دفاع جيد جدا. يتقدم إلى الأمام، إنه في الطريق إلى المرمى، لديه فرصة جيدة، مجهود رائع. تشابي ألونسو عدت الكرة وباش يسجلوها، الكرة كان رد فعله سريع للغاية. وصلنا إلى منتصف الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي قائما. السهلاوي، بي أظهر مهارات دفاعية إلى جانب ما يشتهر به كرأس حربة مهاجم. السهلاوي، يحاول تسجيلها في المرمى من هذه المسافة، ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. أخطأ الحارس في الكرة وتعرض للعقاب الفوري.
أصبحت النتيجة الآن 1-0. ينطلق إلى منطقة الجزاء. السهلاوي. يحاول فك دفاعات المنافس. كرة عرضية. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. تمركز جيد والدفاع يستميت لمنع الخطورة وقطع الكرة. نانو رمي التماس. بضغط قوي كالبركان أخذ الكرة وحقق الأمان. يريد الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يا له من مرور رائع. أمامه خيارات كثيرة ولا نعرف من سيتابع الكرة. تسديدة. تحرك على الكرة بشكل لطيف لكن لم تكن التسديدة دقيقة. ضربة ركنية وتسجيلها يحتاج إلى تركيز وفاعلية. يخرج الحارس ويمسك الكرة. كريستيانو رونالدو. مارتشيلو. السهلاوي. تلعب الكرة ناحية اليمين. يلعبوها للأمام. يرى الحكم أن التدخل غير قانوني ويقرر احتساب ركلة حرة. المزيد من الفرص من الكرة الثابتة. توني كروس. يتحرك إلى الأمام. شابي ألونسو. السهلاوي. تنطلق الصافرة لإعلان نهاية الشوط الأول. أشارت الرياح بما لم يشتهيه الفريق ورغم ذلك لا داعي للخوف. لا يزال هنالك الكثير من الوقت للعودة في المباراة وإمكانية تسجيل هدف مبكر قد تقلب الطاولة على المنافس. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. ولا يزال يتوغل في اتجاه المرمى. يوزع توزيعة موجهة. بنوا الهجمة بشكل رائع لكن اللمسة الأخيرة كانت مخيبة للأمان. توزيع ناحية اليمين. بنزيما. بين.
تشافي ألونسو، جيمس رودريغيز شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل تصدي. وفي مسيرة التسلل يسقط بنزيما. سهلاوي، هل سيمر إلى الداخل؟ تحكم مذهل، وتخرج الكرة إلى رمي التماس. يعيد الكرة العرضية إلى القائم البعيد. الفريق الذي يسعى للفوز واجب عليه الاستحواذ. في رأيي أن عليهم نقل خطوط الفريق إلى الأمام للضغط من المناطق الأمامية. ريال مدريد لم يجري أي تغييرات. والكرة للمنطقة الأمامية. سهلاوي، بيل، اعتراض جميل وفي وقت مثالي. كريستيانو رونالدو، هذه مخالفة، قرار صحيح. ورقة صفراء مستحقة. ينطلق بمجهود فردي. يلعب كرة إلى الأمام. وصلنا إلى آخر 15 دقيقة في المباراة. ريال مدريد، الوقت يمر بصعوبة والموقف أمر وأمر. ليس هنالك بديل إلا اللعب الأمامي. قد تنتهي المباراة في أي لحظة الآن ولا تتاح لهم أي فرص أخرى. يقفز ليلعب الرأسية. يا له من أهدار غريب لفرصة سهلة. سهلاوي، بيل يبدو متحفزا لإظهار قدراته على تنفيذ الدور الدفاعي بالإضافة إلى براعته في تسجيل الأهداف. ورمي التماس. يتحرك بمفرده ويوقفه الحكم. إنها البطاقة الصفراء. أرى أنها مخالفة.
ويتفق معي حكم المباراة ويطلق صافرته. سيسعى إلى اللعبة داخل المنطقة. يقفز ليلعبها برأسه ويسجل الهدف بأناقة كبيرة. أصبحوا متقدمين بفارق هدفين. ضمنوا حسم اللقاء لصالحهم بالتأكيد. ينقل اللعب إلى الأمام. يمر الوقت بسرعة. إنه يتحرك وحده. وسيلعبون رمية التماس. يلعبها طولية. ويرتكب ركلة حرة. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. السهلاوي. صافرة نهاية المباراة. انتهت مباراة رائعة رغم الخسارة، وأظهروا روحا حقيقية اليوم، لكن هذا لم يكن كافيا. أحيانا تكون هنالك بعض المباريات التي لا نرغب في أن تنتهي، وكانت هذه واحدة من تلك المباريات في رأيي. لم يكن من الممكن توقع ما سيحدث. كانت مباراة رائعة. مع نهاية البث المباشر لهذه المباراة، أتقدم لكم بالشكر الجزيل أعزائي المشاهدين، وأتمنى لكم ليلة طيبة.